تحياتنا الصباحية المتجددة، 7:45 تلتحق بنا الآن في الأستوديو مشاهدينا سمية البي، أخصائية في التغذية، تأتينا من مدينة الورود الجميلة البليدة، وتحية حارة لقاطني هذه المنطقة الجميلة من الجزائر. صباحك سعيد سمية، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، مرحبا بك اليوم معنا. يسلمك، هذه غيبة غبتي علينا، شفتي لظروف. أكيد. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. صباح الخير المشاهد الكريم. إن شاء الله يكونوا رقدوا مليح. أكيد، ونادوا مليح وكلوا مليح، هذا هو الأهم في فقرة التغذية. يلا سمية، موضوعنا لنهار اليوم مهم، يعني نتحدث عن البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة اللي كانت حاضرة بقوة في المائدة الجزائرية، لكن مؤخرا ربما ما عطينا لهاش القيمة اللي تستاهلها، رغم أنها تعطينا قيمة غذائية معتبرة. أكيد تعطينا قيمة غذائية معتبرة، حتى أنها محبوبة عند الأطفال، محبوبة عند الكبار كذلك لذوقها الحلو. إذا حكينا عليها ممكن أنه ما حش نعطيها حقها في وقت قصير، لكن نحاول أنه نعطيه المعلومات الأهم شيء على لاباتات دوس، وعلاش لازم نستهلكوها، لأنه هناك عائلات تستهلكها بكثرة، هناك عائلات ما تستهلكهاش كامل إطلاقا. صحيح. بالنسبة للعائلات اللي ما تستهلكهاش كامل، ياريت لو يسمعوا الفوائد تاعها حتى تاخذ نصيب من الأطباق، ولا في مكان في المائدة تاعهم اليومي، خاصة أنه على بالنا باللي لاباتا دوس فريال تكون نقتطفوها في نهاية الصيف وتكون في فصل الخريف، يعني أكثر شيء موجودة في فصل الخريف، بعد هذا تبدأ تقل، لكن حاليا موجودة، ممكن أن نلاقيها طول السنة في الأسواق الجزائرية تاعنا. قبل ما نروح للفوائد تاعها سمية، حبيت نعرف الفرق بين البطاطا الحلوة والبطاطا العادية اللي نعرفوها، وشنو هو؟ هناك فرق في ريال، مثلا في الفلي كالوري فقط، انه مثلا 100 غرام تاع البطاطا الحلوه يعطيني 62 كالوري، بينما 100 غرام تبع البطاطا العاديه يعطيني 98 كالوري. يعني فرق، حتى نشوفوها في الفلي كالوري اللي تمدهم ما عندهاش قيمه، يعني تساعدني اذا كنت نعمل حميه غذائيه، ولا اذا كان الشخص مصاب بمرض سكري او عنده مرض سكري يقدر يستهلك البطاطا الحلوه، لكن بطريقه طبخ معينه، لانه طرق الطبخ تختلف، يعني كل ما اختلفت طريقه، كل ما كانت طريقه الطبخ، كل ما طيبناها اكثر، كل ما لي كالوري تاعها يزيدوا يطلعوا. دونك اهم حاجه نحكيوها عليها مثلا على البطاطا الحلوه، نعطيو تيتي استواغ عليها. يقول انه يقال انه اصولها من الهند، ويقال انه اصولها من امريكا الوسطى. دونك هي كل واحد واش يقول، يعني كل واحد واش يقول، يعني نص يقول من الهند ونص يقول من امريكا الوسطى. تعتبر من اقدم الماكولات على سطح الارض، يعني تعود اكتشافها حوالي الى 800 سنه. 8000 سنه، عفوا، الى 8000 سنه. دونك قديمه جدا في غذاء الانسان. تحتوي على القيمه الغذائيه تاعها، اهم حاجه تتميز بها هي البيتا كاروتين. بون، قبل ما نحكي على البيتا كاروتين، لانه عبك فيها انواع، فيها حوالي 400 نوع. دونك اهم بطاطا حلوه، بطاطا حلوه وحدها فيها 400 نوع، فيها انواع كثيره. هنا بالنسبه لافريقيا، يعني هناك الجزائر ما نستهلكوهاش مثلا كما يستهلكوها في امريكا، ولا اهم بلد يستهلك البطاطا الحلوه هي الارجنتين. لا سبيسياليتي تاعهم سي لاباتا دوس. حبيت نسقسيك قبل ما نروحوا ايضا للانواع، كنا تطرقنا في الاسبوع الفارط في فقره التغذيه الى الاغذيه المعدله جينيا ولا وراثيا، هل هي الاخرى البطاطا الحلوه تعرضت لهذا التهجين او التعديل الوراثي؟ شخصيا ما تلاقيتش بشيء يقول انه تعدلت وراثيا البطاطا الحلوه، لانه موجوده يعني الاستهلاك تاعها
ماهوش مثلا كيما البطاطا، البطاطا العادية اللي نستهلكوها يوميا، عندها فترات معينة ونستهلكوها في فترات معينة فقط. قلت لك تختلف، فيها أنواع كثيرة، فيها هاد الأورانج، فيها وفيها الفيولاسي، وفيها لا بلانش، يعني فيها ثلاث أنواع. شنو هي الأنواع المتوفرة في الجزائر؟ الأنواع المتوفرة أكثر شيء الأورانج والبيضاء، هي أكثر شيء موجودة في الأسواق، لكن الفيولاسي هذيك الروج ما كانش بزاف عندنا هنا. يلا خلينا لما نهضروا على هذه الأنواع، يعني البرتقالية وأيضا البيضاء، يعني متوفرة في الأسواق الجزائرية، هي أيضا أكيد عندها فوائد غذائية جمة. أكيد هي تحتوي على ليفيكولون بكثرة، يعني تساعدني في الميتابوليزم انرجيتيك. مثلا واحد رياضي ولا واحد عنده طاقة لازم يستهلكها، يحتاج أنه يستهلك طاقة، لما يستهلك البطاطا الحلوة راح يكون فيها ليفيكولون، مما تعطيني تساعدني في الميتابوليزم انرجيتيك. دونك تحتوي كذلك على لو بيتا كاروتين اللي هو كنا هضرنا عليه في ريال من قبل في اعداد سابقه، اللي قلنا هو بريكورسور تاع لا فيتامين ا، وهضرنا على الفوائد الفيتامين ا سواء للبشره ولا للعين ولا للجسم كافه. تحتوي كذلك على الفيتامين بي 6 والفيتامين بي 9 اللي كذلك يساعدني في الميتابوليزم انرجيتيك، ويساعدني كذلك في الحفاظ على سلامه الجهاز العصبي تاعي، وفي الحفاظ على سلامه الجهاز الدموي، لو سيستيم كارديو ميتابوليك. دونك البطاطا الحلوه كذلك تحتوي على لو كويفر، على المنغنيز، على البوتاسيوم كذلك بكثره، تحتوي على الكالسيوم. دونك تحتوي على هاد لو جروب هذا تاع الكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز، يشكل لنا ان جروب الكانيزون. دونك تساعدني في الحفاظ على التوازن الحمضي للجسم تاعي، يعني يقعد الحمض تاع الجسم تاعي متوازن، لانه هاد لو جروب هذا لو 3 يعاود يدير لي ان ايكيليبر اسيدو بازيك. دونك زيادة انها تحتوي على لو بيتا كاروتين فريال ولا فيتامين سي كذلك، تحتوي على واحد الانتي اوكسيدون اللي هو الانتوسيانين. الانتوسيانين هذا مفيد جدا، الابحاث كثير اندارت على هذا الانتوسيانين اللي يقول انه هو ان انتي انفلاماتوار قوي جدا، مضاد للالتهاب، مضاد للالتهابات، ان انتي ديابيتيك، يعاون في تقوية جهاز المناعة، يساعد على أنه النظر تاعي يقعد بصحة جيدة، على أنه البشرة تاعي تقعد بصحة جيدة. يعني لا كومبينيزون تاعها اللي تمتلكها البطاطا الحلوة الانتوسيانين والبيتا كاروتين، يعني يجعل منها شيء غذائي مهم، يعني شيء غذائي فاخر كما احنا نقولوا فاخر للجسم تاعنا. دونك نصيبوها تعاون الجسم تاعي بكثره بحيث اني نبقى بصحه جيده. وبالحديث عن الصحه، هناك بعض الدراسات التي اثبتت ربما ان البطاطا الحلوه تساعد في محاربه انواع من السرطان، اليس كذلك؟ لاحتوائها على الانتوسيانين، هذا الانتوسيانين كيف ذلك؟ ربما تحارب الجذور الحره ولا تحين الجذور الحره؟ تحارب الجذور الحره، بالعكس. لما يكون ان انتي اوكسيدون، وشنو هو دور الانتي اوكسيدون في الجسم فريال؟ انه يروح للجذور الحره، ما يخليهاش حتى تستعملها الخلايا بطريقه عشوائيه، ولا يستعملها الفيروس في الجسم تاعي، ولا اي جسم غريب ما يستعملهاش في الجسم تاعي. دونك هاد لي زونتي اوكسيدون يروحوا يستعملوهم بحيث انه ما يبقى حتى شيء للاجسام الغريبه ولا الاجسام اللي تمرض لو كور تاعي، انها تستعملوا وتتكاثر وتكبر. إذن كيفاش ولا وشنو هما الأنواع تاع السرطانات اللي أثبتت الدراسات أنها ربما تساعدنا البطاطا الحلوة في محاربتها والوقاية منها على الأقل؟ الوقاية من السرطانات أكيد موجودة، بصح أنواع مخصصة ما كانتش كاينة على الدراسات على نوع معين، يعني أنا ما تلقيتش بدراسة على نوع معين، كانت كاينه دراسات عامه، يعني يهضروا على الانتوسيانين بصفه عامه. هو اهم نقطه فيها اللي ممكن انها تحارب موضوع السرطان هي هاد الانتي اوكسيدون اللي هو مفيد جدا، مش فقط في سرطان الفريال، قلنا حتى في لي زونتي انفلاماسيون، في لي زونتي ديابيتيك، انه تقينا من السكري، تقينا من امراض عديده. يعني رغم انها ربما تحتوي على سعرات حراريه يعني
فيها اذا ما قرناها بخضر واحده اخرى. اكيد، لكن يعني اذا قرناها بالبطاطا العاديه السعرات الحراريه تاعها اقل جدا من البطاطا العاديه. اذا قلنا مرضى السكري يقدروا يتناولوها، يقدروا يتناولوها، لانه علاش ما تخليش السكري مرتفع في الدم بطريقه ما تخليش السكري مرتفع في الدم، لان تعدل السكري في الدم يعني تخلق نوع من التوازن، تخلق نوع من التوازن وين يقدر يستهلكها، اكيد ماشي بكميات كبيره. ولما نقولوا نستهلكوها اكيد ماش نستهلكوها وحدها، نستهلكوا غذاء كذلك معها وين يكونوا دوطخ نوتخيمون، لانه وحدها فقط ماش تكفي الاحتياجات اليوميه تاعنا مثلا من الفيتامين بي 6 ولا من الفيتامين بي 9، اكيد لازم ندير لي كومبليمون بالاغذيه واحده اخرى، لكن يحبذ انه تكون كنوع كموجوده في الغذاء تاعي لاحتوائها على 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 لي زونتي اوكسيدون اللي فيها اللي تكون قويه جدا لحمايه الجسم تاعي. اكيد ايضا تقويه صحه القلب، اليس كذلك؟ يعني اكيد كما قلنا لانه تحتوي على الفيتامين بي 6 والفيتامين بي 9 وتحتوي على المانغانيز وتحتوي على البوتاسيوم، مثلا البوتاسيوم اللي يعدل ضغط الدم دونك لما يكون متوازن هو والصوديوم دونك يعدل لي ضغط الدم. اذا عاده ما نستعملوش فيها الملح كثير البطاطا الحلوه حتى يتعدل مستوى ضغط الدم في الجسم تاعي، دونك حتى مريض اللي عنده الضغط يقدر يستهلك البطاطا الحلوه. اللي عنده القلب كذلك فريال، واحد النقطه مهمه فكرتيني فيها انه تحارب تحارب الاكسيداسيون، تحارب انسداد الشرايين. لا مش انسداد الشرايين، الاكسيداسيون دو موفي كوليسترول، دونك تحارب الاكسيداسيون تاع الموفي كوليسترول هذا اللي هو نقطه مهمه جدا اللي تقينا من امراض القلب. علاش الاكسيداسيون تاع الموفي كوليسترول تعد ان فاكتور كبير بزاف في لي مالادي كارديو ميتابوليك، يعني تاكسد الكوليسترول الضار يعني اللي وين يكون او اول يعني من لي فاكتور القويه اللي تؤدي بين الامراض القلب. دونك البطاطا الحلوه تحارب هذا الشيء. اكيد. يلا خلينا دوكا يعني تعرفنا على الفوائد الغذائيه تاعها، خلينا نروحوا نتعرفوا الان على طرق استهلاك هذه البطاطا الحلوه. وحنا يعني للاسف نعرفوا عاداتنا الغذائيه الامهات اذا ما شافوش هذيك الخضره رطابت مليح وهذيك لاصوص هذيك تجمرت مليح اكيد تقول لك الماكله ما طابتش. وشنو هي الطريقه الامثل لاستهلاك البطاطا الحلوه؟ شوفي نبداو اولا كي نروح نشريها كيفاش نشريها حتى تكون صحيه. لازم كي نروح نشريها ما يكونوش فيها ليطاش هذوك، حتى لابو تاعها تكون نحاول اني نختار لي لابو تاعها تكون رطبه وتكون لاكولوغ تاعها تكون تعطي فيها نوع من اللمعان. ما تكونش مكمشه ايضا؟ لا ما تكونش مكمشه نو. وكي نرفد الحبه تاعي تكون ثقيله، ما تكونش خفيفه لداخل. هذو المعايير الصحيه لما نروح نشريها. كي نحتفظ بها، نحتفظ بها بعيد عن أشعة الشمس وفي مكان جاف حتى ما تفسدليش، ونقدر نحتفظ بها من مدة 7 إلى 10 أيام. تقدر تقعد عندي يعني في البيت. طريقة الطبخ تاعها يحبت أنه تكون بالقشر تاعها، لأنه حتى القشر تاعها يحتوي على مضادات أكسدة ومفيد جدا. نعرفوا بلي نشويوها كامل في الفرن، هذه طريقة مثلى، لكن دونك الطبخ يبقى حسب لما نشويوها في ريال لازمنا نكوفريوها باش ما تتبخرش الفيتامينات اللي فيها ايتو. دونك قد ما نكوفريوها قد ما تكون مليح، دو بريفيرونس نديروها دون ان بابي كويسون، يعني نبتعد على الالومنيوم لانه الابحاث تقول انه الالومنيوم مضر للصحه لما يتفاعل مع الحراره. دونك من الاحسن ان نحطوها في بابي كويسون. حاليا الشيء الصحي الكثير في الطبخ هو البابي كويسون، نحطوها دون ان بابي كويسون. نقدروا كذلك نطيبوها على فابور، نقدروا نطيبوها كذلك كجواز عادي. هذه اللي حبيت نوصلها، احنا في الجزائر يعني يطيبوها جواز البطاطا الحلوه، هذه الطريقه يعني مليحه ماشي مليحه؟ بالعكس مليحه، فقط انه لما نطيبها ماشي حتى تتسخسخ وتسيح. لانه كاين مرات وين الامهات الجزائريات يخلوها تستوي حتى تتعصب كما نقولوا، دونك مش حتى تولي عصيده حتى يروحوا كامل لي نوتريمون اللي فيها. دونك نخلوها يعني تطيب عاديا حتى تعود
كي نحط المس لداخل تتقسم سامة. عاودوا نولوا النقطة لأن نشوفها مهمة جدا، متعلقة بعاداتنا الغذائية تاع الأمهات تاعنا، ربي يحفظهم ويطول في عمرهم. كي يطيبوا حاجة كيما قلتي أنت، حتى يعني لاصوص هذيك تتجبر مليح، ويعني حتى تتحرحر هذيك الخضرة باش تقول لك خلاص طابت. هذا الشيء خطا، لانه لما نخليها تطيب، وخاصه انه اذا استعملت النار كانت قويه فقط تتجمر ماشي تتجبر. راهم يسمع فيا الامهات يزعفوا من هذا الخطا، تتجمر وتتسخسخ ثاني غير تعصد هذيك البطاطا جينيرالمون. دونك هنا واش لازم، ما لازمش كي نطيبها ما لازمش النار تكون قويه، اهم حاجه اني نطيب على نار هادئه. لازم كي نوضوا الصباح يحطوها طيب في غضها، ينقصوا عليها الفرن، لانه كل ما نعليو درجه الحراره كل ما نخسروا القيمه الغذائيه تاع الشيء اللي رانا نطبخوا فيه. وكذلك كي نطيبها ماشي حتى تروح تتواسى كامل كيما كنا نهضروا، تبقى شاده روحها، بالعكس، لانه نكسر كامل الاغذيه الموجوده فيها عن طريق الحراره، خاصه الفيتامين بي. اذا كثرنا الماء بزاف كذلك راح نخسروا الفيتامين بي الموجود فيها، اللي هو مهم جدا، لانه الفيتامين بي يتحلل في الماء، دونك يتحلل مع لي فابوغاسيون هذه كي نخلوها تتجمر سكي في الماء كامل يطلع للبلافون، لي نوتريمون يسخو في البلافون. اذا الطريقه الصحيحه باش نفتحوا قوس على هذه النقطه، فقط الطريقه الصحيحه لطهي يعني كل الماكولات اننا نطيبوا على نار هاديه، يعني المده تكون طويله والنار تكون قليله. إذا كنا حطيناها مثلا على النار، اني حطيت فيها الماء اني حنديرها جواز ولا تستغرق ما تفوتليش نص ساعه الى ولا 20 دقيقه. تكون حوالي تاخذ الطبخ تاعها من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، هذه البطاطا الحلوة فقط. إلى حطيناها في الفوخ 45 دقيقة. دونك حسب لا ميثود اللي راني نطيب بها. دونك عادة أكثر شيء هنا سوا نديروها في الكوشة نشويوها اللي ما لازمش نفوت 45 مينوت، ولا حطيتها فوق في الماء وين تغلي وين نديرها جواز وين تكون كاين الغليان تاع الماء من 15 الى 20 دقيقة. الى حطيتها في ليفابوغاسيون دونك نص ساعة 35 دقيقة كحد اقصى. ونغطيوها دائما، نغطيوها اكيد دائما نكوفريوها من الفوق باش علاه لي نوتريمون هذوك ما يروحوليش كامل في ليفابوغاسيون. اكيد. يلا نوصلوا نروحوا النقطة مهمة، لكن قبل ذلك لما لا نفتح المجال للمكالمات الهاتفية باش هكذا المشاهدين اللي يتابعوا فينا واللي يطيبوا البطاطا الحلوة في البيوت تاعهم اذا مازالهم يستهلكوها يتصلوا بنا يقدموا لنا شهادة قبل الختام، قبل ختام هذه الفقرة، يعني لما لا ناخذوا شهادة حية تاع الامهات تاعنا اذا مازالهم يطيبوها وكيفاش يطيبوها. اذا هذا ما ياخذونا بالحديث ربما عن الناس اللي ما لازمش يستهلكوا البطاطا الحلوه، شكون هما سميه؟ للاسف كاين فئه اللي ما لازمش تستهلك البطاطا الحلوه، علاش؟ لانها تحتوي على لي زوكسالات دو كالسيوم، دونك في ال 100 غرام في ريال قادرين نصيبوا 140 ملي غرام تاع اوكسالات دو كالسيوم، اللي هو شيء ممنوع للشخص اللي عنده الحجر في الكلى، لي كالكول غينو. دونك الناس اللي عندها الحجر في الكلى ما لازمش كامل تستهلك البطاطا الحلوه حتى تتخلص من هذيك الحجر. وباش تقدر تستهلكها، لانه ممكن ماشي ممكن، اكيد راح تفاقم لي الموضوع تاع الحجر الموجود في الكلى. هذه هي الفئه الخاصه اللي لازم تنتبه، ما لازمش تاكل كامل البطاطا الحلوه. يعطيك الصحة، شكرا لك سمية الباي على قدومك اليوم. لم نستقبل مكالمة هاتفية لكن معليش ربما في قادم الأعداد لما لا. يعطيك الصحة، كنت ضيفتنا تحدثنا عن هذا الموضوع المهم. أنا نخليك تروحي أكيد طريق طويلة حتى البوليدة. يعطيك الصحة سمية، شكرا. شكرا لك.